مصر، ثم كونغو على نيجيريا، ثم غانا على الكاميرون، ثم نيجيريا على الكاميرون، ثم مصر على غانا. هؤلاء الأبطال. جول جول، هدف أول في المباراة من دانتي، يرتقي فوق الجميع. ونحن نتحدث عن سجل الأبطال، دانتي يتمكن، أبدول دانتي القائد يرتقي بالرأس ويضع كرة في منتهى الروعة والقوة في شباك الحارس باندا. أول أهداف المباراة لمصلحة المنتخب المالي. ركنية نفذت، وأبدول دانتي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذا الشوط الأول. فرحة كبيرة لأنصار وجمهور ولاعبي المنتخب المالي. أبدول دانتي يسجل أول أهدافه في هذه البطولة ويحيي الجماهير المالية. شوف ارتقاء مثالي وكرة بالرأس، ممتاز هذا العمل، ركنية متقنة ودقيقة. المنتخب المالي يخشى عليه، أو يخشى منه عفوا، والمنتخب الزامبي عليه أن يكون أكثر فعالية هجومية. فرحة هستيرية عفوا. ميوندو، ميوندو الزامبي يلعب كرة طويلة خطيرة، فرصة التعادل، جول. ضاعت فرصة التعادل بغرابة تضيع. المنتخب المالي سلم وجول جول 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 جول. التعادل، التعادل للرصاصات النحاسية للمنتخب الزامبي. مباراة هستيرية، مباراة مجنونة، هذه فقط الدقائق الأولى وها نحن نشاهد كل هذا الهيجان وكل هذه الأهداف، كل هذه الإثارة. كرة ضاعت، عادت، راحت، جاءت، الحارس لم يفهم شيئا. سامويل، أين دفاعك؟ أين دفاع المنتخب المالي؟ يا له من لاعب سريع، يا له من لاعب فتاك. إليكموه داكا، مر في الكرة الأولى، ارتطمت بالعارضة ثم عادت لفاشيون ساكالا. فاشيون ساكالا هو الآخر يمضي أول أهدافه في هذه البطولة. فاشيون ساكالا يعدل الكفة للرصاصات النحاسية. تابعوا هذه اللمسة، هذه الكرة العرضية في النهاية من داكا، ثم داكا يوزع، الذي ضيع فرصة الهدف الأول، أصر على هذه المحاولة. داكا هنا اللي ضيع، ثم عادت كرته ممتازة عند رأسية فاشيون ساكالا، وساكالا هو الذي يتولى ويتكفل مهمة تعديل الكفة وإعادة المباراة إلى نقطة البداية. فرحة دوبورتيفا ليونيسا في إسبانيا. باكايوكو يلعب لفريق جوليبا. أبدول دانتي الذي سجل الهدف يلعب لفريق أندرلخت البلجيكي. يا سلام، جول جول، رائع 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 رائع، هدف في منتهى الروعة، تسديدة على الطائر، رمى فيها بكل ثقله لاعب المنتخب الزامبي، تسديدة مثالية صاروخية قوية. لست وحدك يا كازيميرو تسجل مثل هذه الأهداف بهذه الطريقة. إنه الفتى رقم 12 باندا يسجل هدف صاروخ، هدف خيالي. باندا يا للقوة، باندا رائع، باندا مثالي. إيمانويل باندا يمضي ثاني الأهداف الزامبية بهذه الطريقة. تابعوا، شوف الكرة التي ارتدت، أوبا في الشباك، قوية ملتفة، طريقة ضرب الكرة رائعة، طريقة ضرب الكرة بهذه اللمسة الجميلة، لم يضربها فقط وهي هكذا مثل ما وصلت إليه، بل حولها جانبية هكذا. يا سلام يا إيمانويل يا باندا، هدف عالم. حيدر يستخلص الكرة، اللاعب المالي دياكيتي، وفرصة متاحة في كرة زامبية للهجوم، خطيرة خطيرة خطيرة. الثاني، جول جول، ثالث الأهداف لمصلحة الرصاصات النحاسية. ممتاز هذا التحضير، خطير جدا. ذلكم اللاعب شينفوا الذي مر وعبر مرة أخرى يحضر الكرة، إذا لم يسجل شينفوا يصنع الخطورة. هائج المنتخب الزامبي، منتخب المالي يصطدم بمنتخب زامبي سريع وقوي ومصر على الفوز.
الهدف الثالث الآن. ثلاثة أهداف واحد تلا الآخر. شوف الكرة، شوف الفرصة هنا، الاستلام دفع أولا، كان هناك خطأ من مدافع منتخب مالي، لكن الحكم أعطى الأفضلية للزامبي. هذه الكرة طويلة، هذه الهربة، هذه الفرصة التي ضاعت أولا على إيمانويل باندا، والسعادة شيلفوا وزعها شيلفوا حيث من كان في الانتظار، من كان في الارتقاب للريد بول سالزبورغ النمساوي. زامبيا لمسة، زامبيا الكرة، فرصة على أقصى اليسار، مرور داخل منطقة الجزاء، تحضير، جول جول جول، من يمضيها من يمضيها، أمضوها في شباكهم، سجلوا الهدف الرابع، سجلوا الهدف الرابع، تألق الحارس المالي، ولكن أصر المدافع الماني دياكيتي أن ينهي الكرة في شباك حارسه. إذن هدف رابع، هذه المرة موسى دياكيتي والذي وضع الكرة في الشباك، بعد فرصة، بعد مرور، بعد سرعة، بعد اختراق، بعد توغل، بعد كل شيء فعله المنتخب الزامبي. شوف هذا هو الاختراق والمرور، مراوغة لحارس المرمى، وضع الكرة، لم تكن لتمر الشباك، كرة شيلفوا، لكن أنهاها المدافع موسى دياكيتي. هذه التي انطلق بها مهاجم الزامبي مويبو الذي سجل الهدف الثالث في الشوط الأول. هذه المراوغة من مويبو، الدعم الهجومي من مويبو، لاعب الارتكاز، يضع كرة وفي الشباك، ربما كان الحارس أقرب لصد الكرة، ولكن موسى دياكيتي أصر على أن زامبيا تتأهل إلى كأس العالم بكوريا الجنوبية. إعلان آخر، أربع منتخبات متأهلة لكأس العالم. عفوا، البطولة قد انطلقت. كرة إلى الهجوم في فرصة متاحة خطيرة، والخامس، الخامس، نعم، زامبيا تضرب بخمسة أهداف. هذا الذي لم يسجل هو الآن يسجل، شيلفوا يسجل خامس الأهداف، يقضي تماما على الأمال المالية. شيلفوا الهدف الأول من فاشيو ساكارا، والثاني من إيمانويل باندا، والثالث من مويبو، والرابع من المدافع دياكيتي، والخامس يأتي من شيلفوا. بايبا لا يفهم شيئا، لا يفهم شيئا بايبا. طبعا عموما بطولة الكونكاكاف لازالت جارية وستنتهي في الخامس من هذا الشهر مارس. هذا هو التدخل من حارس المرمى، والكرة في الشباك، هندوراس مع بنما، كوستاريكا مع هندوراس، فريقه سجل ولكنه بعد ذلك الدفاع كان خارج الإطار. كرة أخرى زامبية لأجل السادس، الأهداف، جول، رائع رائع رائع، من أين لكم كل هذا الأداء، من أين لكم كل هذا الإبداع والقوة، سادس الأهداف بهذه الطريقة، تسديدة صاروخية هزت شباك الحارس الألماني، يعني أداء عالي 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 ورفيع المستوى من جانب المنتخب الزامبي. ساكالا بقوة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، المدرب بايبا لا يفهم شيئا، حتى ربما المشكلة لم تكن على مستوى الدفاع بقدر ما كان الحظ، أو بقدر ما كان التوفيق من جهة المنتخب الزامبي. ساكالا بتسديدة وهو يبكي، تسديدة مرعبة وقوية، ساكالا يمضي هدف سادس بهذه الطريقة. ساكالا فاشيون
وسجل الهدف الاول هدف التعادل. شوف القوه وشوف التركيز والدقه. هنا استلم ساكالا، هنا مر وحضر وقنبله في مرمى الحارس المالي سامويل ديارا. من يوقف زامبيا؟ من يوقف الرصاصات المحاصيه؟ يتاهلون رسميا الى كوريا الجنوبيه، يتاهلون الى كاس العالم، وزامبيا استحقت كل هذه الحشود الجماهيريه. اداء عالي وعالي المصري، الثعلب المصري، الثعلب الصغير المصري الكابتن حازم امام بالامس صرح وقال ظلمنا معتمد جمال وظلمنا لاعب شباب مصر في هذه البطوله. قال لك اعداد ما كانش على مستوى عالي. هجمه سريعه، محاوله هجوميه، كره طوليه خطيره، الهجمه والعرضيه جميله، الهدف جول، الهدف الاول جوه جول، الضربه الاولى، اللدغه الاولى هنا في ادغال افريقيا بقدم مشاهدينا نجوم مصر الغاليين، شباب صاعد واعد، والهدف التقدم الجميل جدا جدا في وقت ممتاز من عمر الشوط الاول. الهجمه والعرضيه واللمسه جميله، متع عينيك بالهدف. بص العرضيه حلوه ازاي، والهدف روعه 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 روعه. تسلم لي رجليك، تسلم لي ايديك، تسلم لي عينيك يا كريم نجفت، يا على الباصه، يا على العرضيه الجميله. الله عليك يا درش، والله عليك يا كريم، الله عليكم على هدف جميل 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 في مرمى المنتخب الزامبي. وصلنا للمرة الثانية ورقنية للمنتخب الزامبي بقدمين، بقدم داكا، كرة عالية قوية تعدي داكا ورسائق قوية خطيرة، لمسة والتعادل، لمسة ومتابعة والتعادل بقدم اللاعب باتسون داكا رقم 20. هدف التعادل لصالح المنتخب الزامبي مع لحظات أولى من عمر الشوط الثاني. ضغط كبير ومتابعة جميلة بقدم باتسون داكا عشان يسجل مشاهدينا هدف التعادل مع لحظات أولى من عمر الشوط الثاني. مفيش تسلل، في تغطية موجودة ورا في الدفاع، مفيش تسلل، تغطية دفاعية موجودة ما بين رقم 2 أحمد هاني، وهدف شرعي بالنسبة للمنتخب الزمني بقدم اللاعب باتسون داكا. هذا اللاعب شاهدينه كان صاحب هدف الفوز على منتخب غيني، والنهارده صاحب 3 نقاط ومركز رابع المنتخب السوداني برصيد نقطة واحدة. نتمنى يا رب كرة التوفيق تخلص من بكرة إن شاء الله بإذن الله. الفوز طبعا بإذن الله بيكون مصدر فرح وسعادة. عرضية خطيرة، هو الهدف، 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 هدف التقدم، هدف التقدم للمنتخب الزامبي. 2 زامبيا 1 منتخب مصر، 2 زامبيا منتخب مصر 1. هدف التقدم للمنتخب الزامبي من عرضية ومن ارتقاء راسية على يمين الحارس محمد الغدور، وراسية ذهبية للاعب باتسون داكا رقم 20. اللاعب داكا يسجل مشاهدينا رقم 10، رقم 10 فاشون ساكال، هو صاحب هدف التقدم في التحام، في دفعه والله، والله في دفعه، والله في دفعه. هذه العاده بريطانيا، هذه العاده والدفعه والارتقاء من سكالة والالتحام مع الباك اليمين احمد هاني. المفروض في فاول، ولكن حكم اللقاء ادها هدف للمنتخب الزامبي. 2-1، 2-1. اللاعب سكالة انظار بالنسبه للاعب سكالة على طول هجمة نص ملعب ورا، انطلاقه منتخب على طول زامبيا سريعه اماميه خطير، السرعه الانتقال رهيبه، منتقل طوله سرعه وعدى فوق، الهدف جول، الهدف الثالث، الهدف الثالث في الدقيقه الاخيره من الوقت الاصلي من نهايه المباراه. في انطلاقه جميله عنتريه وسرعات رهيبه موجوده قدام في خط هجوم منتخب زامبيا، والنجم الخطير رقم 20 باتسون داكا يسجل مشاهدينا هدف ثالث اليوم في الدقيقة 90 من عمر اللقاء. اللاعب داكا هدفين اليوم في مرمى منتخب مصر عشان أصل إلى هدف ثالث في هذه البطولة في هذا العام.
هذه الهدف بتمنى السرعه لوحده خطه حلوه جدا في القفا في مرمى الحارس محمد الغندور. 3-1. هذا اللاعب طبعا باتسون داكا تصويبه قويه والهدف الثالث اليوم في مرمى المنتخب المصري. جلايا تعود المحاوله مره اخرى بهجمه سريعه للمنتخب الغيني بينما العودة تتم بالسرعة. يخطف كورة منتخب زامبيا. المنتخب الزامبي في محاولة يلعب كورة بشكل ممتاز. 1-0 هدف للصالح المنتخب الزامبي. يسجل باتسو باكا هدف الأسبقية لمنتخب الرصاصات النحاسية لمنتخب زامبيا الشاب. يتقدم 1-0. التقدم الآن لصالح الزامبي وباتسو باكا يسجل أول هدف في هذه البطولة. أول هدف في بطولة أفريقيا للشباب تحت السنة 20 سنة للزامبيين بلمسة باتسو باكا. هدف يسعد الزامبيين وعلى رأسهم الرئيس كارلونغا. 1-0 التقدم الزامبي أمام الإعادة مرة أخرى. كورة مررها إيمانويل باندا بشكل ممتاز باتجاه باتسو باكا. باتسو باكا يضع كورة في المرمى يدق شباك الغينيين. النتيجة تتغير وبهدف زامبي المنتخب الزامبي ياخذ الأسبقية. النتيجة الآن 1-0 تقدم زامبي. أسبقية زامبيا. المنتخب الزامبي يبدأ ببداية قوية بداية رائعة. تم التركيز الآن تشيلويا ولا يسدد من مرة واحدة. تشيلويا في المرمى تشيلويا والفرصة للمنتخب الزامبي. تشيلويا لعبة قوية. جول للمنتخب الزامبي. يأتي الهدف الأول الآن للمنتخب الزامبي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني الإضافي. هدف أول للمنتخب الزامبي في هذه المباراة. هي الرابعة للشوط الثاني الإضافي. تشهد تسجيل الهدف الأول الآن من كرة ثابتة. فرحة كبيرة للجمهور الزامبي الحاضر في هذه المباراة. كرة ملعوبة ببراعة من جانب تشيلويا وبالراس يسجل تشيلوفايا. تشيلوفايا يسجل الهدف الغالي للمنتخب الزامبي صاحب القميص رقم 14. يضعها ببراعه على يمين حارس المرمى الجنوب افريقي. فرحه كبيره للاعبي المنتخب الزامبي. تشيلوفايا يسجل اول اهدافه في هذه البطوله. ادوارد تشيلوفايا لم يسجل يعني قبل هذه المباراة أي هدف. صاحب القميص رقم 14 في تشكيلة المنتخب الزامبي إدوارد تشيلوفايا. التقص في لوزاكا عاصمة زامبيا. كرة على الجهة اليسرى. حاولت التمويه والمرور والتمرير والهدف الأول. أوه على الخطأ من الحارس السنغالي. خطأ فادح ودكة لا يرحم في مثل هذه الحالات. ويهدي زامبيا أول هدف. كرة كانت سهلة والحارس لمين يخفق في مسك هذه الكرة. جان جاك إدريسا لمين صار. يا سلام على هذه اللقطة. التوغل والتمرير والتوزيع والحارس يمسك الكرة و يتركها داخل الشباك. شوف المحاولة كانت سهلة يعني سهلة 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 لكن من السهولة ما يقتل. من السهولة ما يفجع الأنصار في المدرجات. كرة سهلة والمتابعة من داكا والهدف الرائع. إذا داكا يفتح باب التسجيل في هذه الآونة. باتسون داكا هدف أول لصالح منتخب زامبيا. هدف أول. شيلويا يطلب الرفاق والحذر على الجهة اليسرى. كرة سنغالية لكنها سيئة سيئة الكرة وتسترجع من وسط الميدان. شيلوفيا استرجعها الزامبيون والخروج بها وبشكل رائع. يا سلام على هذه التوليفة لكنها تنتهي داخل الشباك.
أوه على الغلطة الكبيرة من الحارس للمرة الثانية، الكرة تصطدم به وتنتهي داخل الشباك معلنة الهدف الثاني لصالح منتخب زامبيا. خطأ فادح، خطأ قاتل ينهي هكذا الحوار بهدفين لصفر لحد الآن ولصالح منتخب زامبيا بعد خطأ كبير من الحارس في عملية الخروج التي لم يكن موفق فيها. إذن شيلوفيا هو الذي يمضي الهدف الثاني لفريقه بعد ارتداد الكرة واصطدامها بالحارس لتنتهي داخل الشباك. إذن شيلوفيا أمامكم، الهدف الرابع ليه في هذه الدورة.